استقبل الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بمعسكر الصخير الجنرال نويد مختار مدير عام جهاز الاستخبارات العسكرية الباكستاني المشترك والوفد المرافق له، بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني. وقد أكد سمو رئيس الحرس الوطني متانة العلاقات بين البلدين الصديقين وما تتضمنه هذه العلاقات من تعاون بناء في شتى المجالات، داعيا إلى رفع مستوى التبادل والتنسيق العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، والذي من شأنه ضمان استقرار المنطقة وتحقيق أمنها. وأضاف أن المملكة تعتز بما تحظى به مؤسساتها العسكرية من بينها الحرس الوطني بعلاقات التبادل والتعاون العسكري مع نظيراتها الباكستانية، منوها سموه بالدور الكبير الذي تقوم به جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بغية الارتقاء بمستوى الخبرات العسكرية والأداء العملي والقتالي. وأشاد سموه بما حققته القوات المسلحة الباكستانية وأجهزتها من تقدم وتطور في مجال مكافحة الإرهاب وضمان أمن واستقرار المنطقة، متمنيا لجمهورية باكستان الإسلامية دوام التقدم والازدهار. بدوره أشاد مدير عام جهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية المشترك بالمستوى المتقدم للعلاقات الثنائية التي تحظى بها البلدان، مؤكدا أهمية استمرار أوجه التعاون والتبادل العسكري وتنفيذ التمارين المشتركة. وشهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون والصداقة، خاصة ما يتعلق بالتنسيق والتعاون في المجالات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية. ورافق معالي الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز الأمن الوطني وفد مدير عام جهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية المشترك في زيارته للحرس الوطني، كما حضر اللقاء العميد ركن عبد الرحمن السعد مدير مكتب سمو رئيس الحرس الوطني.